كل أهلا سنة بيك يا فندم. كل سنة ومصر بخير يا رب دايما كده يا رب برجالها يا دايما، رب ربنا يا رب دايما، دايما. وكل سنة وانتم طيبين وشعب مصر كلها طيب. وحضرتك طيب. النهاردة شفت هذه الاحتفالية ازاي وتقول ايه عن رجال الداخلية المصرية؟ يعني أولا في هذه الذكرى الجميلة 71 اللي متمثل في عيد الشرطة، إن الواحد بيتبسط لما بيشوف القيادة السياسية على رأسها السيد رئيس الجمهورية. لا يمكن بينسى الشهداء سواء من القوات المسلحة أو الشرطة. نعم. على مدار 71 عام الشرطة بتحتفل بإنجازاتها وتكريم شهداء. بيجي التكريم النهاردة ومصر في حالة من الحالة الأمنية تختلف عن كل السنوات السابقة في كل قطاع نواحي وزارة الداخلية. نعم. طبعا أنا يعني بيسعدني جدا تكريم الشهداء وأسر الشهداء. دي حاجة بتشجع كل الضباط إن هو يضحي بروحه ودمه فداء للوطن، سواء المصابين أو أسر الشهداء. صحيح. على مستوى كل القطاعات في الوطن. نعم نعم. وطول الوقت الداخلية بتقدم شهداء طبعا. احنا نتمنى تقدم، لأن طبعا ظروف أو عمل وزارة الداخلية بيتعامل مع طبعا على رأسهم التنسيق مع القوات المسلحة. نعم. مع العصابات الإرهابية المنظمة والمجرمين. أيوه. فلازم هيكون في تضحيات على مدار السنوات. ايوه ايوه ايوه. احنا بنتكلم في طول الوقت الداخلية الحقيقة رجالها قد المسؤولية سيادة اللواء إبراهيم، وهيستمر الضابط المصري وهيستمر أمين الشرطة والعسكري وكل من له علاقة بالداخلية المصرية هيستمر إن هو يبقى قد المسؤولية الحقيقية. طبعا. بما فيهم كمان البنات اللي اتكرموا النهاردة اللي كانوا زي القمر، دول حاجة عظيمة يعني الحقيقة، حاجة تفرح يعني. هو حضرتك يعني اولا طبعا بوجه التحيه لوزاره الداخليه كلها. نعم. على راسهم سياده اللواء محمود توفيق وزير الداخليه. نعم. والساده المساعدين والضباط والجنود والعاملين المدنيين في وزاره الداخليه. نعم. كل قطاعات وزاره الداخليه، وخص بالتهنئه قطاع الامن الوطني اللي خد ضربات استباقيه وحصن البلد من الارهاب الاسود. نعم. النهارده ما كناش احنا بننتظر رد دور عظيم للامن طبعا، بندور بالتنسيق مع الجهات القطاعات الداخليه المختلفه. نعم. ازاي ان احنا بناخد القرارات الاستباقيه ونخلص البلد من الارهاب الاسود. نعم. طبعا في الشرطه شانها شان باقي الوزارات، احنا داخلين على الجمهوريه الجديده. ايوه. فبالتالي دخل العنصر النسائي وهو لا يقل كفاءه. أيوة. الشرطة ودينا شفنا التدريبات، نفس الأعمال القتالية والتدريبات اللي بيقوم بها شبابنا بدءا من كلية الشرطة وحتى التخرج هي. نعم. نفس الدور اللي بيقوموا به الضابطات اللي هم منتقاة على أحدث وبيتدربوا على أحدث نظم، نفس الأداء بيأدوه. والنهاردة بتشوف أول تكريم ليهم للضابطات دول نتيجة جهودهم شأنهم شأن الضباط بالضبط. نعم صحيح. بالفعل واخدة حتى في كل أساليب التكنولوجيا سواء من العنصر الرجالي أو النسائي. نعم. والميكنة ولينا شفنا يعني على الطبيعة الصور اللي تم بثها أو إذاعتها أثناء تواجد الاحتفال. نعم. اللي إزاي يشوف شكل المباني وإزاي المنظومة النهاردة في ثواني بمعلومة بتوصل، وازاي المركبات وازاي الأجهزة بتوصل لمحل الحدث في أقل من دقائق. نعم. في النيل أو على الطرق. لا حاجة مفرحة جدا، وفعلا مصر في الجمهورية الجديدة. النهاردة كمان سيادة اللواء الحقيقة سيادة الوزير دكتور محمود توفيق قال جملة مهمة جدا الحقيقة في كلمته النهاردة، قال بنصحح أفكار المحكوم عليهم من العناصر الإرهابية، وده جزء في غاية الأهمية. طبعا دي من أهم النقاط اللي هي
تحدثت حتى بدءا من اسم مصلحة السبول الرعاية الاجتماعية. نعم. من الاسم والاسم على نفس العمل. أيوه. يعني النهاردة في مشايخ وفي رجال دين وصناع في المراكز الإصلاح والتأهيل بتقوم بدور بنصلح حتى سواء جنائي أو سياسي. نعم. ندخل وبيدخلوا معاهم بيصححوا المفاهيم بدأنا وقطاع كبير يمكن هيعلن عنه تخلى عن أفكاره السلبية. نعم. وفكره مهم. المنحرف يعني لما قال بنطبق فلسفة عقابية وإصلاحية حديثة ده مهم جدا. جزء من التطور. سيادة الوزير قال كده. نعم. لأن النهاردة حضرتك أولا سلعة الأمن دي من أغلى سلعة في الدنيا لا يضاهيها أي سلعة تاني. نعم. عشان كده أنت بتربي الفرد في كلية الشرطة بتعلمه إزاي حقوق الإنسان. كل قسم النهاردة وكل مركز وكل جهة شرطية فيها مكتب لحقوق الإنسان. وإزاي النظرة اختلفت من المواطنين لرجال الشرطة. وهنا بحيي الشعب المصري بتفهمه دور الشرطة وإزاي في ناس كتيرة يعني ما بيعلنش عنها بتخطر وزارة الداخلية على مدار اليوم الواحد بالجرائم سواء سياسية أو سرقة أو ما يعكر طفو الأمن العام. نعم صحيح. ده كله تطور جديد. أيوة. في الأداء الشرطي بدءا من التدريب والتسليح والسيارات المستخدمة وأخذ أحدث الأساليب في نقل المعلومات يعني. نعم. بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية. نعم. وإحنا بنشوف الأداء على مدار اليوم إزاي الجريمة بتحصل بعد دقائق يتم ضبط الجانب ده. ده كله ما كنتش أنت أو الفرد واخد في نصب أعينه إن هو متدرب تدريب كامل وفي دلوقتي التخصص من داخل الكلية. نعم. الضابط بيطلع متخصص أو الضابطة عارفة هي بتأدي بتدخل على الشغل على طول وعلى الميدان وبنشوف التمركزات في كل شكل السيارات اللي موجودة والتسليح وإزاي كله ده يعني على بنشوفه على مدار اليوم. فتحية للشرطة في عيدها في ظل التحديث اللي بيحصل ده دلوقتي. وتحية لحضرتك بشكرك فندم سيادة اللواء. وكمان أهم حاجة فضل. موضوع توجيه سيادة الرئيس إن تجسيد بطولات الشرطة كأعمال درامية. أنا لسه هتكلم على دي ملاحظة وشيء عظيم ده مهم ده جدا. ده من أجمل ما يكون صحيح. وهو واجه في القوات المسلحة. أيوه والشرطة صحيح. لأن يعني أنا أقول لحضرتك يعني فضل. أمريكا حاربت في فيتنام وتهزمت عاملة أكثر من 50 فيلم. تصور. إحنا بنجيب حاجات واقعية. أيوه. عن 6 أكتوبر يعني إحنا بنقابل ناس من أهالينا. أيوه. شاركت في أكتوبر أو ضباط زمايلنا. اشتغلوا معانا ضحوا بحاجات غير عادية. أيوة. ومجهولة للناس. لازم الكلام ده يطلع وده دور الإعلام. نعم. ودور زي المسلسلات اللي نزلت. نعم. كتيرة الاختيار واحد واثنين. صحيح. شوف ما زال في راسخ في أذهان الشعب يعني. طبعا وده طبعا. وده بيعكس يعني مدى الرسالة اللي بتقدمها الشرطة وبيربي أجيال تحب بلدها وتعرف التضحيات اللي هي بتقوم بها البلد دون النظر للسلبيات يعني. نعم. في سلبيات لكن الكتير كله حاجات لصالح البلد يعني. صحيح. وازاي ان هم بيسهروا على راحة الموت 24 ساعة. صحيح. دوريات منتظمة. صحيح صحيح. بشكرك فندم تحياتي لحضرتك. بشكرك سيادة اللواء إبراهيم. بشكرك شكرا جزيلا.